وصلنا مكان الغوص اللي راح ننزل منه ان شاء الله، فندق اكاسيا في مرسى علم. وهذا الطقطاق اللي مودينا، بلشت الغوصه. هذا الدرج ابو حسن قاعد ينزل، موي طبعا عالي، ولكن من تنزل راسك تنسى الموي. توكلنا على الله. يشيل التانك على طول، خلاص شال التانك. احنا نتمشى بعدتنا لين نوصل هناك. هلا ابو عواس، ايش غوصه والله؟ عاش الجاي حبيبي. هلا ابو خالد، هذا ابو خالد الورده حبيبي، صار له شهر بشرب كل يوم يبوس بس ما مل ما شاء الله. ابو عواس شال غوصه وناسي. الحمد لله يا رب. والحسن هلا بيهم.